كنشوفوا الرسائل القويه اللي كانت في هذا الخطاب ديال جلاله الملك. اولا التاكيد على ان منذ اعتلاء جلالته العرش اسلاف المنعمين اعطى الاهميه الكبرى لملف الصحراء عن طريق تغيير المنهجيه ديال التعامل مع هذا الملف من منطق التدبير الى منطق التغيير. هذا التغيير اللي اليوم ادى الى ان مجموعه من الدول الكبرى اصبحت تعترف بمغربيه الصحراء وتشيد بجديه المقترح المغربي ديال الحكم الذاتي، اخرها الموقف الفرنسي اللي هو ماشي موقف عادي، موقف من دوله عضو في مجلس الامن عندها عضويه دائمه، وكذلك موقف اللي هو قوي من طرف الجاره اسبانيا. هاد جوج دول تيعرفوا الخبايا ديال هذا الملف، هاد جوج دول كان عندهم يعني تاريخ مع 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 الاطراف المتنازعه، لذلك الاعتراف ديالها اعتراف قوي وعنده رمزيته. ودعا جلاله الملك جميع الاحزاب المغربيه ودعا نواب الامه ومؤسسه البرلمان انها تكتف من الدبلوماسيه ديالها وتشرح لجميع الدول يعني الموقف المغربي وتشرح العداله ديال القضيه ديال الصحراء المغربيه، كما اشاد جلاله الملك بالمواقف ديال الدول اللي تتعامل اقتصاديا وتجاريا مع اقاليمنا الجنوبيه، ودعا كذلك الى مواصله التنميه في هذه الاقاليم المغربيه المحبوبه. هو خطاب قوي جدا يتعلق بالوحده الترابيه للمملكه والمكتسبات اللي هي حصلنا عليها في هذه السنوات الاخيره بفضل الدبلوماسيه الوطنيه وكذلك الدبلوماسيه الحزبيه والبرلمانيه. والحمد لله كنشوفوا الاعترافات اللي هي من بلدان مؤثره، ونوه بالموقف الفرنسي في شخص الرئيس ايمانويل ماكرون على الاعتراف ديالو الصريح بمغربيه الصحراء، وكذلك اسمى بلد اسبانيا بالصديقه، وهادو كيبينوا لنا بان السياسه الخارجيه المغربيه في ملف قضيه الصحراء الوطنيه المغربيه هي محسومه الحمد لله. وعلينا احنا كبرلمانيين لا في مجلس النواب ولا في مجلس المستشارين باش يكون عندنا واحد التنسيق من اجل باش نجابهوا هذوك اللي مازال عندهم شويه ديال التردد، باش نقنعوهم ونكونوا مالكين للملفات والاحقيه ديال المغرب في هذا الموضوع هذا وفي هذه القضيه هذه. ممكن الافتتاح ديال مجلسي النواب مجلسي البرلمان بحضور جلالة الملك حسب الدستور المغربي، وكان خطاب جلالة الملك واضح واللي كيأكد مرة أخرى على أهمية القضية الوطنية، واللي نوه باعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ومساندتها للبرنامج اللي قدمت المملكة المغربية بخصوص الأقاليم الصحراوية، وأيضا أكد على الدور المهم اللي كتلعبه الدبلوماسية البرلمانية في القضية الوطنية، وإحنا دائما وراء جلالة الملك ومتمسكين بأرضنا ومتمسكين بوحدة المملكة المغربية، وإن شاء الله غادي يكون عندنا تكتيف أكثر بالنسبة للدور اللي كتلعبه البرلمانية الدبلوماسية البرلمانية. وإن شاء الله كنتمناو أنه يكون دخول سياسي جيد واستكمال للأوراق الملكية اللي بدات واللي كتقدمها الحكومة، واللي إن شاء الله حنا كننتظروا المزيد في هذه الأوراق. وشكرا لكم.